قارئ للقرآن انقتل بسيف الإمام. حادثة غريبة، لكن هل هذا الشيء ممكن؟ من القصص العجيبة اللي تبين سوء عاقبة الإنسان هي هاي القصة. في ليلة من الليالي خرج أمير المؤمنين عليه السلام مع كميل، وكميل معروف من أصحاب المقربين، وكلنا سمعنا بدعاء كميل اللي علم أمير المؤمنين إله وصار باسمه. كان متوجه من مسجد الكوفة إلى داره، وبالطريق سمع من أحد البيوت صوت شجي لقارئ يقرأ القرآن بطريقة جميلة، حتى وصل للآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل. بهذه الأثناء فكر كميل بداخله وأعجب حالة هذا الرجل اللي كان يقرأ بهاي الطريقة، لكن الإمام علي عليه السلام ينظر إلى أمور أعمق وفهم أعمق، وفهم بماذا فكر كميل. التفت إلى كميل وقال: يا كميل، لا تعجبك طنطنة الرجل، إنه من أهل النار، وسأنبئك فيما بعد. أولاً كميل تعجب إنه كيف الإمام اطلع بهاي السرعة على اللي في باطنه، وكيف فكر بهذه الأمور، وكيف عرف عاقبة هذا الرجل. وبما أنه كميل كان من المقربين للإمام، بالتالي ما شك بالإمام وكان على يقين بصدق الإمام. وبعد فترة طويلة حدثت حرب الخوارج، وانتصر أمير المؤمنين عليه السلام، وفي ساحة الحرب كان يتمشى مع كميل، وبين جثث الخوارج وصل إلى جثة، أشار الإمام للجثة بالسيف وقال لكميل: يا كميل، أمن هو قانت آناء الليل؟ يعني هذا اللي أعجبك حاله وتأثرت به انقتل بسيف إمام زمانه وسيوف أصحاب المؤمنين، ونهايته كانت سوء العاقبة. ومو هذا فقط، بل أنه الكثير من الخوارج من قراء وحفاظ القرآن، أكثر من هذا ماذا بعد؟ لكن العبرة من القصة أولاً هو أنه الإنسان ما يغتر بأعماله، فربما نصيبه الخسران. والأمر الآخر قراءة القرآن بلا تدبر يعني ثواب بلا فهم، وممكن الإنسان يخسر ثوابه بأي عمل سيء. اللي ما يتدبر بآيات الله وما يطبق تعاليم القرآن يعني معناته مجرد قراءة بلا تطبيق، مجرد لقلقة لسان وبلا عمل، وممكن هذا الشخص بيوم من الأيام يحارب إمام زمانه. اللي يقرأ القرآن واجب أنه يتعلم منه ويطبق تعاليمه، حتى ما يكون مصداق للحديث الشريف: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. عن مولانا الصادق عليه السلام قال: القراء ثلاثة: قارئ قرأ القرآن ليستدر به الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار، وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده فذاك من أهل النار، وقارئ قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحل حلاله ويحرم حرامه، فهذا ممن ينقذه الله من مضلات الفتن، وهو من أهل الجنة ويشفع في من شاء. القرآن حياة القلوب.